السلام عليكم، مساء الخير عليكم كامل الاصدقاء المتابعين المشاهدين ديال قناه يوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه في عدد جديد وحلقه جديده وحلقه تري سبيسيال. لاننا عندك المفاعل تيرسي كوارتي كانتي بلس ديالنا اللي غادي يكون هو لو بري دو ديان. هاد البري هذا اللي غادي يكون هو السيبور ديال تيرسي كوارتي كانتي بلس ديالنا بطبيعه الحال، بعد ما كانش عندنا الحظ اننا يكون كانتي بالنسبه للجوكي كلوب اللي ما كانوش بزاف ديال لي بارتو. مي غدا عندنا لا شونس لان كاين 15 ديال لي فيميل و15 ديال لي بوليش في الديبار ديال هذا الكانتي هذا. دونك تيرسي كوارتي كانتي بلوز هنا غادي يكون هو البخي دو ديان. فكنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاح البال، تكونوا في امان الله وبون شونس للجميع وديريكسيون لي بودغوم دو شونتي. اذا نهار الحد ديريكسيون غادي تكون لي بودغوم دو شونتي اللي غادي تجرى فيه تيرسي كوارتي كانتي بلوز ديالنا جروب 1 البخي دو ديان. هذا البخي هذا اللي غادي يجمع 15 ديال لي بوليش في الديبار ديال هاد الكانتي، كلهم تزادوا في 2020 وكلهم غادي يكون السن ديالهم هو 3 سنين باش نختاروا احسن فيميلا معانا في لا كومبيتيسيون لحد الساعه. غادي نجردوا في المسافه الكلاسيكيه بالنسبه للبيست ديال جوكي كلوب في ليبودروم ديال شونتي اللي هي 2100 متر في تيران، غادي يكون 3.4 بون سوبل. دونك كيف ما قلت لكم لا كورس غادي تكون في رينيو اون لا سانكيام كورس ديال البروغرام، والديبار غادي يكون مع 3.5 دقائق بتوقيت المملكه المغربيه. ديريكسيون لي بودغوم دو شونتي ونشوفوا الديبريف ديال هاد لي 15 بوليش او ديبار. اذا نبداو هاد الاناليز ونبداو هاد التحليل ديالنا اللي غادي يكون مع اول فيميل في الديبار اللي هي الرقم 1 نوفاكاي. هاد لا فيميل ديال 3 سنين، فيميل اللي عندها لا كاليتي وفيميل اللي شفناها سالت لنا دوزيام في الفايلز مايل العام اللي فات، كان في شهر 10 ووقفت لا كومبيتيسيون من شهر 10 حتى شهر 5. اول حاجه دارت غونتخي مزيانه لانها دازت من 1600 متر ل 2050 متر. ثاني حاجه يعني دارت غونتخي مزيانه، وثالث حاجه هو انها سالت لنا دوزيام على ساول سيستر. ساول سيستر هاد لا فيميل اللي شفناها كونفيرمات واكدت لا فورم ديالها وربحات لنا الاوكس جروب 1 في الجوج 6 مع لون فرونكو دي توريفا. كيبان على انها هاد لا فيميل اللي عندها لا كاليتي، وكيبان على انها لحد الساعه دارت كل شيء مزيان. كيف ما قلت لكم دازت من 1600 ل 2000 متر بلا مشاكل، دارت غونتخي مزيانه، ولا لين كانت جد محترمه ديال لا غونتخي ديالها كانت في شهر 5 ورا ساول سيستر اللي كونفيرمات من بعد. فلوجيك بروميير شونس واول بروميير شونس ديالها في الكانت مع رقم 1 نوفا كاي. نمشيو للرقم 2 جانا روز فيميلا ديال 3 سنين. دونك هاد لا فيميلا هادي اللي عندها 100% دو ريويسيت، 3 ديال لي كورس 3 ديال لي فيكتوار، واهم فيكتوار كانت عندها في هاد لا كارير ديالها اللي هو البخي ديال سانتا الاري. وكنعرفوا ان هاد البخي ديال سانتا الاري اللي كان اخر فيكتوار لهاد لا فيميل هادي، كتعتبر باغمي لي بريباراتوار لوجيك ديال هاد الكانتي وهاد البخي ديال ديان. دونك 13 الفيميلا سبق ليهم ربحوا البخي دو سانتا الاري وديريكتومون ربحوا البخي ديال ديان. واش هاد جانا غوست هي غادا دير الاسم ديالها في هاد البالماريس هذا؟ دونك هذا هو السؤال. ثاني حاجه كريستوف سوميون اللي غادي يكون هو البارتنير ديالها من 2008 من زاركافا من البراس اغاخان ولا كازاك ديال البراس اغاخان، ما سبقش لكريستوف سوميون ربح هاد البخي دو ديان. واش غدا غادي يربح مع هاد جانا غوز؟ وثالث حاجه غادي نشوفوا كارلوس لافون بارياس لونترينور ديال هاد لافيميل هادي اللي عنده جوج ديال لي بارتنير غدا في الكانتي، ما عمرو ما ربح هاد البخي دو ديان، ربح تقريبا كلشي الا هاد البخي دو ديان. واش ممكن يطونتي ويربح البخي ديال غدا؟ وكيف ما كيقول المثال يعني نخليو الوقت للوقت وليس لو طون بوغ لو طون، هادشي اللي غادي يبان لنا غدا. نشوفو السومي شنو غادي يدير، نشوفو كارلوس لافون بارياس، ونشوفو واش ممكن ندوزو من سانتا الاري لبخي دو ديان باغ اون فيكتوار. دونك هادشي كامل غادي يخليني نعطي بروميير شونس لوجيك لهاد لا فيميل الرقم 2 جانا غوز. رقم 3 بونسي دي جور، هاد لا فيميل ديال 3 سنين غادي تكون لا فيميل الوحيده ديال احسن اونترينور يعني في جميع الاوقات بالنسبه لفرانس غالو اللي هو اوندري فابغ اللي كيبريزونتي لنا هاد لا فيميل هادي. اوندري فابغ اختار يعني المسافه القصيره وداز من البخي ديال بينيلوب اللي كان في الواحد 4. دونك واش ممكن هاد لا لين هادي تكون كانت احسن لين اللي ممكن اننا نربحوا بها هاد البخي دو ديان؟ دونك هادشي اللي غادي نشوفوه غدا. الفيميل تا هي اللي عندها لا كاليتي، وكيف ما قلت لكم كتبقى لونترينمون كلاسيك ديال اوندري فابغ ولا مونت ديال بوخان مورزا بايف اللي غادي يكون تقريبا اول سنه ليه في فرنسا. واش ممكن انه يطلع الاحسن رتبه في الكانتي ديال بخي دو ديان غدا؟ دونك هادشي كامل غادي يخليني كوميم نعطي بروميير شونس
على الاقل بوغ لي بلاص لهاد دي لا فيميل اللي الاسم ديالها بونسي دي جوغ. نمشيو للرقم 4، تغيير هاد لا فيميل ديال 3 سنين، فيميل اللي تا هي شفناها دازت في دي كورس اغيكلامي قبل ما توصل عند مريم بولاك الام ديال الكسي باديل. دونك هاد لا فيميل هادي اللي صراحه ما عرفش النيفو ديالها بصراحه، شفنا لا كاتخيام بلاصه خدتها لنا في 25/4، واش غادي تكون كافيه باش انها تاخذ ان بلاص في البخيدو ديال غدا، خصوصا انها عندها واحد لاكورد اللي ممكن تكون يعني صعيبه شويه اللي هي لاكورد 15. دونك كوميم نعطيوها ان دوزيام شونس، نبغيو نشوفوها في هذا النيفو ديال لاكومبيتيسيون ونشوفوها يعني واش ممكن انها بعد ما جات عند مريم بولاك انها تحسن يعني شويه في لا كاليتي ديالها وتزيد شويه في لا مارج ديالها، مي لحد الساعه غادي نكتفي بدوزيام شونس. رقم 5 ليندي، فيميلا ديال 3 سنين. دونك هاد الفيميلا هادي اللي لحد الساعه ديما كتسالي مع الجوج الاولين مع لي دو برومي. هاد الفيميلا هادي فيميلا اللي شفناها في اخر كورس ليها سالات ورا الرقم 14 في البخي ديال اساي دي بوليش، دونك اللي كان في 14/5، فحتى هي غادي يكون السؤال المهم غدا هو انها كيفاش غادي تدوز من 1600 متر ل 2100. هذا هو السؤال الكبير اللي غادي يكون بالنسبه لهاد الفيميلا هادي ليندي، فغادي نطونتي دوزيام شونس ونبغي نشوف كيفاش غادي تدوز من 1600 متر اخر كورس ليها اللي كانت في البول دي اساي دي بوليش، ونشوفوا البدايه ديالها في 2100 متر دوزيام شونس. نمشيو للرقم 5 تسمانيا، هاد الفيميلا ديال 3 سنين، فيميلا اللي لحد الساعه في 2023 جوج ديال لي كوغ جوج ديال لي فيكتوار، وفيكتوار اللي كانت في البودروم ديال شونتي في مسافه يعني ما بعيداش بزاف على 2100، وشفنا الفيكتوار ديالها في 2000 متر. غدا غادا تستافد من لامونت ديال ميغيل بارسلونا اللي غادي يكون هو البارتنير ديالها غدا، واش هادشي كامل غادي يكون كافي ولا لا؟ فصراحه اكتفيت وغامرت وعطيتها دوزيام شونس على قبل انني كنت كنتمنى على انني نشوفها على الاقل في دي بريباراتوار قبل ما تدوز ديريكتومون لهاد بخي دو ديال. نمشيو للرقم 7 رينين ليان، هاد لا فيميل ديال 3 سنين، فيميل اللي لحد الساعه شفنا 4 ديال لي فيكتوار متابعين. مي ما عرفتش يعني واش هاد لي 4 فيكتوار كيأهلوها وكيبينوا على ان عندها نيفو ديال جروب 1. لحد الساعه لونطخينمون راها كلاسيك ديال جو كوستن اللي شفناه العام اللي فات ربح هاد البخيت دو ديال مع النشوة بطبيعة الحال، مي نشوة العام اللي فات ملي ربحات هاد البخيت دو ديال فشفناها دازت يعني من دي كورس كلاسيك. فهاد راونين لايان فلحد الساعة كنشوفوها يعني 4 ديال لي فيكتوار مي في دي كاتيغوري اللي نقدر نقول على انها متوسطة، فغدا واش ممكن انها تطلع ديريكتومون تاهي لهاد جروب 1 وتربحوا لينا؟ ردوا البال. كيبقى اونترينمون ديال جو كوستن اللي كنعرفوا لا كاليتي ديال هاد لونترينور هذا، غادي نعطيها دوزيام شونس ونبغي نشوف البدايه ديالها في هاد النيفو هذا. رقم 8 ايلوزي في برانسيس، هاد الفاميلا ديال 3 سنين، فاميلا اللي غادي تكون لا سول بوليش لي سيبليمونتي وخلصوا على لونترينور ديالها باش انها تجري هاد البخيدو ديال غدا. مي ردوا البال، ان فاميلا اللي اون بلان فورم شفناها سالت لنا دوزيام في الكليوباتر في 21/4، من بعد تاهي شفنا في سانتا الاري وخدت لنا ان بلاس في 14/5، وهادشي كامل وفي كل مره كتكون ورا جانا غوز اللي كيفما قلت لكم عطاتها ان بروميير شونس. فالحاجه الوحده اللي ما عجبتنيش هو لاكورد 14، مي هاد لا فيميل هادي اليزي برانسيز ولونترينمون ديال جون فيليب ديبوا اللي كنعرفوه يعني في الكروسه، فهاد لا فيميل هادي كتبقى اتونتيس وكتسنى في الباركور، فإلا كان ان كور سيليكتيف غدا فممكن انها ترجع. وصراحه عجبتني لي بلاص اللي خدتهم لنا لا في الكليو باتخ لا في سانتا الاري، فلوجيك بروميير شونس. نمشيو للرقم 9 نيفر ايدن ستوري، هاد لا فيميل ديال 3 سنين، فيميل اللي غادي تكون اول ولا لا فيميل الوحيده ديال ايدن اوبراين اللي غدا غيكون عنده حتى هو ان فيميل وحده حتى هو في الديبار ديال الكانتي ديال غدا. ان فيميل اللي صراحه شفنا البدايه ديالها كانت في 1200 متر، فتخيلوا معايا بدات في 1200 وغدا غادي تبدا في 2100، فغالبا يعني ما كنديروش بحال هكا، يعني كنبداو يعني في دي ديستونس اللي كتكون يعني سواء في 1600 وممكن ندوزو ل 2100، ولا كنبداو في يعني في مسافات اللي كتكون قريبه ل 2100. فهاد لا فيميل هادي بدات في 1200، كنعرفوا ان 1200 كيبقى انديسيبلين ديال السبرينت، فغدا غادا دير البدايات ديالها في 2100.
ممكن علاش لا تاخذ ان بلاس. شفنا لا سانكيام بلاس في البول دي سي دي بوليش اللي كانت مؤخرا لونترينمون ديال ايدن اوبراين اللي كتبقى اونترينمون كلاسيك. مي صراحه ما نخبيش عليكم، فكنت كنتمنى انني نشوف البدايه ديالها في مسافه تكون قريبه لل 2100، فهذا اختيار ديالي عطيتها دوزيام شونس. رقم 10 كارولين سخيت، هاد لا فيميل ديال 3 سنين، الفيميل اللي دارت ان بون غونتخي في واحد الجروب 3 باغ ان فيكتوار، بعد ما كانت مقفله كومبيتيسيون من شهر 9 حتى لشهر 5، وان فيميل اللي سبق لها سالت في لا دوزيام بلاس في العشره 9، يعني واحد لا كورس اللي العود اللي كان ربح هذاك النهار شفناه مش ربح الديربي في الانجليز. الديربي يعني تقريبا هو اللي كيعادل جوكي كلوب في 3/6 فسالات، يعني تقريبا هو راه احسن مال ديال 3 سنين في الانجليز. فغدا غادي يكونوا غير لي فيميل بيناتهم غونتخي مزيان كما قلت لكم في واحد الجروب 3، فلوجيك انا تاع بروميير شونس لهاد لا فيميل هادي كارولين ستريت، لان هاد لا دوزيام بلاس وتا لا غونتخي ديالها تا هما عجبوني. وكيف ما كتشوفوا حتى في الباس ديال لا كورس فكنلقاو على ان كاين واحد السيطره واحد الهيمنه ديال الخيول يعني الانجليزيه والخيول الايرلنديه في هذا البخي دو ديان. دونك هادشي كيف سر هادشي بروميير شونس. رقم 11 ليفت سي، هاد لا فيميل ديال 9 سنين فيميل اللي غادي تكون لا دوزيام بارتون ديال لونترينمون كارلوس لافون بارياز، فيميل اللي كنا كنتسناو منها حتى هي شي حاجه كثيره في البخي ديال البول دي ساي دي بوليش، مي مالوغوزمون في 14/5 ما دارتش لا كورس ديالها، فمن وراها دارت لا فورم ومن وراها شفنا واحد الفيكتوار اللي كانت في 11/6 كيبين على انها عندها لا كاليتي. مي لحد الساعه ففي لي جروب باقي ما شفناش شي حاجه كبيره بالنسبه لهاد لا فيميل هادي. غادي نعيطوا عفوا على اوليفي بيلي اللي غادي رومبلاسي ماكسيم غيون، كنعرفوا ان ماكسيم غيون ميزابي وما يقدش يجري البخي ديال غدا، فكنعيطوا على اوليفي بيلي تقريبا 50 عام باش يجري هاد البخي هذا. فممكن هاد ديتاي يعني علاش لا، شفنا الاهلي بيلانتي كتعطى تقصى ولا تربح الكاس ديال العصبه، فعلاش لا مع هاد لا فيميل هادي اللي هي كنعيطوا على اوليفي بيلي في لا ديغنييغ مينوت باش يركب على هاد لا فيميل هادي ميزابي ديال ماكسيم غيو. فهاد ديتاي كيدير واحد شويه لو ديستان، ممكن علاش لا ان سيربريز مع هاد الرقم 11 اللي غادي نحطها في الخانه ديال اون كا دو نون بارتونك. الرقم 12 ليدي اي وي لينا، هاد لا فيميل ديال 3 سنين فيميل اللي هي تدير لي كورس تدير لي فيكتوار لحد الساعه في لا كارير ديالها، ان فيميل اللي بدات لا كارير ديالها في الالمان وشفنا لا فورم ديالها عفوا بدات في بولونيا وربحت لنا مؤخرا واحد جروب 3 في الالمان اللي كان في البودروم ديال كولون في 7/5. دونك ان فيميل اللي تاكيبن حتى هي كيبان ان عندها لا كاليتي وممكن تكون احسن شونس بالنسبه للالمانيين غدا، فغادي نعطيها ان بروميير شونس ونبغي نشوفها حتى هي في هذا النيفو ديال لا كومبيتيسيون بروميير شونس. رقم 13 رومينا باور، هاد الفيميل ديال 3 سنين فيميل اللي حتى هي جايه من الالمان وحتى هي بينات على لا كاليتي ديالها، ولكن السؤال غادي يكون غدا هو البدايه ديالها في لاكورد ادغوات. شفنا لا فورم، شفنا الفيكتوار ديال فواحد لي سدريز في البادن بادن مؤخرا في 20/5، واش هادشي غادي يكون كافي ولا لا؟ فعطيتها دوزيام شونس ونبغي نشوف حتى هي البدايات ديالها في هذا النيفو ديال لا كومبيتيسيون. رقم 14 بلو غوز سين، هاد لا فيميل ديال 3 سنين واول بارتون ديال كريستوف هيد اللي عنده جوج ديال لي بارتون غدا في الكانتي، فيميل اللي صراحه ملي كنشوفوا البالماريز ديالها فكتعتبر من احسن لي شونس بالنسبه للفرنسيين غدا، لان شفناها ربحت لنا المارسيل بوساك في العشرة ولا في شهر 10 ديال العام اللي فات، سالت لنا ولا ربحت لنا البخي دو غوت يعني في 16/4 وربحت لنا ثاني جروب ان في لاكارير، فتخيلوا معايا جوج ديال الجروب ربحها في لاكارير ديالها وربحت لنا البخي ديال البول دي سي دي بوليش اللي كان في 14/5، فتا هي غادي يكون السؤال هو البدايه ديالها في 2100 متر. مي كيف ما قلت لكم الفيكتوار ديالها في المارسيل بوساك والفيكتوار ديالها في البخي دو غوت والفيكتوار ديالها في البول دي سي دي بوليش كيبين على انها ان فيميل اللي عندها لا كاليتي وممكن انها تجاوز هذا العائق ديال 1600 متر ل 2100، وكندور على انها احسن شونس بالنسبه للفرنسيين غدا بروميير شونس. نكملوا مع ويز جيرل، هاد الفيميل ديال 3 سنين واخر بارتون معنا في الكانتي والدوزيام بارتون ديال كريستوف هاد فيميلا اللي الفيكتوار ديالها مؤخرا كتجي يعني فوق جد مناسب، لانها فيكتوار لا فورم بخي دو ديان، دونك هذا ممكن يكون حافز بالنسبه لهاد الفيميل هادي. شفنا الفيكتوار كما قلت لكم في 19/5، علاش لا انها تجي ديريكتومون بخي دو ديان وانها دير لها سيربريز، مي كنظن انها غادي تكون كورسه صعيبه بالنسبه لها شويه، لان كيف ما شفتوا كاينه واحد المجموعه ديال لي بوليش اللي عندهم
لا كاليتي غادي نطونتي دوزيام شونس. إذن أصدقاء متابعي المشاهدين ديال قناة يوتيوب، كيف ما شفنا درنا لو تور ديال هاد لي 14 ولا لي 15 باغطو عفوا اللي معنا في الديبار ديال هاد الكانتي هذا، ونمشيو نشوفو لا سيليكسيون ديال لا شين. إذن كيف ما كتشوفو فكنطونتي الرقم واحد نوفاكاي في لاباس ديالي مع الرقم 14 بلو غوسين، والرقم جوج جانا غوس، فكنظن أنهم أحسن بوليش اللي بانو ليا في هاد الكانتي هذا، وغادي نديرو عليهم جوج ديال لي زيكس وندخلو 10 8 3 12. إذا كان شي عود في هاد المجالات فممكن أنكم تروبلاسيو بالرقم 11 ليفت سي، اللي كيف ما قلت لكم غادي نعيطو على أوليفي بيلي باش نروبلاسي ماكسيم غيو، وعلاش لا يكون يعني أن ديتاي اللي يكون شي حاجة في لافان ديال هاد لاكورس. المهم كنتمنى لكم بون شونس، بون كانتي، بون ديمونش، ونتلاقاو في الكانتي اللي غادي يكون نهار الاثنين في ليبودغوم ديال سان كلو، ومرة أخرى مع لي كالوبور. تحياتي لكم، تصبحون على خير، باي باي.